عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31,719,224 ناخبا، شاملا عدد 246,157 ناخبا بدائرة دير مواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي. عدد الناخبين الحاضرين 9,069,729 ناخبا بنسبة مشاركة 28.6%. عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8,038,209. عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 1,005,689. عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7,300,027. عدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم 1,769,702 صوتا. واعتماد فوز كل من، أولا بالنسبة للمقاعد الفردية، محافظة الجيزة علاء ناجي عبد الرحيم عثمان منشأة القناطر، علي سمير رجب عبد المجيد منشأة القناطر، خالد تامر عبد الرحمن عبد السيد كرداسة، محمد السيد الحسيني قاسم بولاء الدكرور، محمود هشام عبد الباقي بولاء الدكرور، حسام الدين المندوه توفيق الخواجة بولاء الدكرور، محمد سلطان علي محمد أول أكتوبر، سيد أحمد سيد علي سليمان أول أكتوبر، هشام حسين محمد حسن أول أكتوبر، شحاتة عبد الحافظ محمد أبو زيد أطفيح، حسام الدين عاشور محمد علي أبو النمرس، محمد رشاد علي البرتقالي أبو النمرس، طارق سعيد حسنين عبد الكريم إمبابة، نشوى حسن علي عبد العال ديب إمبابة، محمود عباس محمد علي الصعيدي الوراء، أسامة حسني أحمد الأشموني الوراء، طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل الوراء، محمد علي عبد الحميد السيد العمرانية، أحمد عاشور أحمد محمد العمرانية، أحمد سعد حلمي محمد الصف، زكي عباس عبد الظاهر أبو بكر الجيزة، محمد 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 أبو العينين الجيزة، نادر عبدو صديق محمد البدرشين،